بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة، لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة التطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج. وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان اقضي ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلا، إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا. فمن صام عرفة يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن نصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران، أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. أما صيام 6 أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم أن من عليه القضاء فإنه لا يقاس صام رمضان حتى يكمل القضاء. وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم 6 فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط، فإنها هذه 6 لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان.